يمكن مشاهدينا قبل شوي جتني رسالة، واحد يسأل وين جمهور عجمان، وأنا بعد أسأل نفس السؤال، وين جمهور عجمان في ملعب مباراة الجزيرة؟ هذا سؤال مهم، يجب أن جمهور عجمان هو اللي يجاوبنا عليه إن شاء الله. في قمة الأسبوع الثالث تلاعبت فنيات المستطيل الأخضر بالدراما الجماهير الوصلاوية والأهلاوية اللي زينت المدرجات بحضور لافت لاقى استحسان الجميع، يخرج سيناريو المباراة بتعادل ثنائي في ديربي دانة الدنيا. ليش ما يبون حكام اجانب؟ ليش يعني معتمدين على المواطنين؟ كل حكم اسوء من الثاني. اليوم اذا احنا خسرنا سبب التحكيم. الشوط الاول الوسط كان افضل عنا، الشوط الثاني احنا افضل. حرام والله العظيم الاهلي اليوم انظلم والله. والله البلنتي انا شو مشكوك فيه، انا ما شفت البلنتي واضح، بس في كور حق الاهلي وايد ما حسبوها، وايد كور ما حسبوها، بلنتي حق رافيتي ما حسبوها، بس ان شاء الله الاهلي بيجيب التعادل. اليوم راضي على الظروف هذه والتحكيم هذا، راضين وان شاء الله باقي دقيقه ولا دقيقتين وبسجل الثالث وبحتفل في ملعبهم. الشوط الاول مش راضي، لكن الشوط الثاني رجال الله كريم، عطينا الوصل جولين بس برجال الاهلي الحمد لله يبنى التعادل، كنا قادرين نفوز بس الله يفتح شوي ليركز بالتشكيله يثبت عليه. اربع نقاط خلال ثلاث مباريات وعندنا الشباب نخلص عليه ان شاء الله، بعدين بنبدا نجمع عند الفرق نقطه ملعب الخصم باعتبار فوز. لكن الجولين اللي وصلوا اليوم دفاعكم عطاهم هدايا شوي، يعني مثل ما تقول يعني في نقاط ضعف شوي عندنا في الدفاع، ان شاء الله الجماعه بتداركون المباريات الجايه. مو باخطاء مدافعيه، باخطاء مدرب، عيدها مره ومرتين وثلاث، عيد البلنتي مال الوصل وتشوفه. نقطه من ملعب الوصل افضل على لا شيء. المباراه القادمه مع الشباب كيف تحسبونها؟ والله ان شاء الله يعتمد على اللعيبه وان شاء الله خير. احنا ما تشوف اللي بتسامه خسرانين متعادلين كل واحد مع الاهلي وراهم. تلقى تهاني ولا تعازي؟ تهاني ان شاء الله تهاني، لكن احنا الحين ثلاث مباريات نلعب ضد الحكم، ثلاث مباريات للاسف ادانينا ما يتكلم، ثلاث مباريات نلعب ضد الحكم. بعيد عن اخطاء الحكم، اليوم دفاع الاهلي اهدى الوصل جولين وهجومنا سجل للاهلي جولين. النقطة تشوفها مرضية من ملعب الوصل اليوم؟ الحمد لله الحمد لله نقطة مرضية، ثلاث مباريات قوية وإن شاء الله الجاي أحسن. مو فرحان عشان الأهلي ما حصلوا ست نقاط، حصلوا أربعة نقاط. فمن الشرط إن شيكابالا يكون بيلعب في الوصل إن إحنا نيجي نشجع الوصل، لأن هو الوصل إخواتنا زي شيكابالا أخونا، بس إحنا بنحب نلعب أهل دبي والنهارده كنا جايين وبنشجع الأهلي وبحماس زي أهل المصري، ومن إمبارح عاملين رابطة مشجع النادي الأهلي المصري. والحمد لله يعني كنا بنشجع بقلب جامد، لان فرقه اهل دبي صراحه بتلعب لعب محترف واحنا بنحبها جدا، سواء بتلعب مع الوصل او غير الوصل، وانا بتمنى لهم التوفيق، وانا حاسس ان هم هياخدوا المركز الاول السنه دي. طبعا هو بيلعب خارج ارضه، اكيد ان دي بتعتبر نقطه كويسه، نقطه مكسب، يعني تعتبر مكسب لنا. وحكم المباراه يطلق صافرتها شو اللي صار في الوقت؟ ما صار والله، معلش ما راح اتكلم. ثاني مباراه هذه ما راح اتكلم. سير شوف الطلاب هناك، في عمال هناك طلاب، سير عندهم. ما
علي خلي 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 بالعذر منك يعني ما علي خلي خلي يعني المنظومة عندكم ماشي مثل ما هي. احنا خلي احنا جماهير الوصل على صوب. ايش عصب؟ شو اللي صار؟ عمي روح. ها؟ روح يا عمي روح. حرام والله. اخر دقيقة تعادل طعم الخسارة صراحة حرام. اخر دقيقة اخر دائما وصلت في اخر دقيقة ما ادري فيها. هاي ثاني مباراة شي ثاني مباراة وكانوا ضاغطين علينا وايد وغلطة الحارس وان شاء الله ما يكررها مرة ثانية وان شاء الله بنعوضها في المباريات الجاية. ليش خسر الوصل؟ خسر نقطتين مهمات تعادل. ما عندك كلام تعادل ولا اخر دقيقة. احنا يعني مشينا في اخر دقائق اخر دقيقة ما ادري يعني شو يسوي فينا يعني شو يسوي فينا حظنا شي احنا. ليش بالحظ؟ لا مو بالحظ يعني نقدم بداية المباراة على نهاية المباراة ما ادري اللاعبين يتعبون يمكن ما ادري والله شو الموضوع يعني. نقطتين مهمات ضيعت عنك الصدارة. بداية كذا يعني ماشي للبطولة الله كذا ان شاء الله. الوصل ثاني مباراه يتعادل فيها هاي بدر التحكيم هاتوا من برا والله شوف والله شوف اللعب والله يضيع التحكيم. ايه ايه لاعب ناقص فوق اللاعب حسبها فاول كيف عدل. انا بحكم والله بحكم ولا غلطه انا بحكم عدل. ولاعب مو متسلل عطينا تسلل شوها طبعا. هذه مشاهدينا الكرام احصائيات وارقام نتابعها دائما من خلال التواجد الجماهيري. نشكر ايضا يعني نوره عادل في رابطه المحترفين اللي توافينا دائما اول باول بهذه الارقام والاحصائيات. كل الشكر والتقدير لها على ما تبذله من جهد كبير في رابطه المحترفين. ايضا مشاهدينا الكرام نشكر ايضا يمكن المبادرات الجميله اللي شهدناها هذا الاسبوع من خلال نادي الجزيرة اللي وفر الجائزة المليونية اللي من خلالها نبحث عن مليونير بين الجماهير وأيضا السيارة الفراري اللي شجعت الحضور الجماهيري ويمكن هذا واحد من الأسباب اللي يخلي الحضور الجماهيري في مباراة